بسم الله الرحمن الرحيم، معكم إنسان حر من أكاديمية الجرافيك من دورة احتراف برنامج مونتاج الأعراس سايبر لينك باور دايركتور أسترو 10. اليوم سأتعلم كيفية إضافة الإطارات أو البراويز للصور والفيديوهات. هذه نحتاجها عندما نقوم بتصوير أعراس مثلا زوجين، ونحتاج عمل إطار لهما. إذا كنا لا نعلم بالفوتوشوب، يمكن عمل إطارات داخل البرنامج هذا إما للفيديوهات أو للصور. عندنا هذه الصورة، نريد عمل إطار لها، سحب وإفلات إلى تايم لاين، بعد ذلك نقرتين متتاليتين على الصورة. طيب تفتح لنا هذه الخاصية، خاصية بيكتشر إن بيكتشر بي آي بي ديزاينر تصميم. عندنا أمور متعددة، سنشرح فقط هنا الإطار حول الصور والفيديوهات. طيب عندنا هنا apply border الذي هو الإطار، هنا بجنبه مربع أسود، نضغط عليه مرة واحدة أصبحت لدينا علامة صح. طيب نرى أنه لا يطبق شيء الآن، كيف نتحكم به أكثر؟ عن طريق هذا المربع الآخر border setting بجنبه، عفوا كليك واحد، يظهر لنا هذا المستطيل، نحركه أي مكان نريده مثلا بهذا الشكل. أيضا هنا من uniform color، لون الإطار ما الذي تريده، مثلا نختار وردي أو بشكل يتلائم مع المنظر هذا، فلنفرض أحمر، نختار أوكي. طيب نكبر من حجمه هنا من size في الأعلى، سحب وإفلات إلى جهة اليمين هنا، وهنا الشفافية أيضا إذا كنا نريد عمل شفافية دي البوردر هذا. عندنا هنا بلور أيضا تمويه، لاحظوا هنا نزيد من الألوان هنا بهذا الشكل. طيب الصورة كبيرة جدا على الشاشة، ولهذا لم تكن تظهر بشكل جيد. طيب بهذا الشكل نقلل من الحجم هنا، بلور أيضا قليل نجعله، هنا الشفافية طبعا يفضل قليلة أو وسط. طيب عندنا أيضا نستطيع عمل تدرج لوني gradient مثل فوتوشوب من لونين، نختار هنا بجنب gradient color، بعد ذلك نختار اللون الأول مثلا فليكن هذا اللون، بعد ذلك اللون الثاني مشابه له وقريب له، اللون الأزرق أيضا، أو دعونا نختار شيء مختلف لكي لا يظهر بشكل متشابه، لاحظوا بهذا الشكل أو اللون الأصفر أو أي شيء آخر. وهنا مكان اللون هذا الجريدينت، أين تريد، يمين يسار في الوسط، بأي شكل تريده. إذا قمنا بعمل بلاي لاحظوا بهذا الشكل سيظهر. طيب بعد ذلك أهم خطوة نختار سيف لحفظ التطبيق هذا، أو نختار سيف هاز يحفظ هذا الإطار، يعني هذا الإطار مثلا نريد استخدامه على أكثر من صورة بنفس الشكل، لا نريد أن نرجع مرة أخرى ونقوم بتطبيق apply border ومن هذه الأمور، نختار save as. بعد ذلك يقول لنا ما هو الاسم الذي تريده، مثلا نسجل واحد، مثلا نختار أوكي. طيب مثلا نختار save، سيتم الحفظ إطار هذه الصورة، وكذلك العمل بالنسبة للفيديو. طيب هذا كان كل ما لدي، شكرا لكم. إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار يمكنكم وضعه في اليوتيوب أو في الأكاديمية. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.